عمر كل الناس تحب عمر، عمر كل الناس تحب، وقبل فطارة الصبح قبل ما يموت قبل فطر. وقال لي انا السارة قلت له خلاص ما تسرحش، قال لي لا انا اسرع عشان خاطر الدمعي، وقبل فطار قبل عيش طعمية وقبل شيشة وقبل شاي. وعمر انا مسامحك بس هو سمحت، انا عاوز عمر يسمعني عشان خاطر ان انا شقيته بدري عنده 12 سنة. بس يعني بس انا مش قادر تاني ومش هتكلم تاني. يا عمر تعليك انت اسمك وبقى واشتغلت من امتى وكده؟ قول لي اسمك. اسمك عمر ايه بالاسم الكامل؟ عمر. انت شغال الشغلانه دي ليه؟ عشان اكل كويس. 13 سنة وصغير كده وشقناه. طلع شقي يعني، طلع لقى الشقة في وشه ارتاحش. في عيال شباب لغاية دلوقتي بترمع في الشارع. وده لي واحد التعليم بيقول لي ابنك اتعور. قلت له ابن انا؟ قال لي مش ابنك عمر؟ قلت له ايوه ابن عمر. قال لي طب يلا بينا. خدنا بعضنا انا وهو مشينا وسبنا العربيات عند على البحر. فروحت هناك الحكومه مسكتني وبتاع، قال لي انت ابو الواد الصغير؟ قلت لهم ايوه. قال ابنك ما ماتش ما تخافش ما فيش حاجه. بقالك كام سنه؟ خمس سنين شغال فيها. باباك متوفي من امتى؟ عندك كم اخ ولا اخت؟ عندي ثلاثة اثنين بنت وواحد صغير. هما قالوا انت عرفان؟ قلت لهم انا عرفان. اللي هو عمل كده ليا خوف. انا قلت لهم لما كلموني قلت لهم كده. ابويا متوفي خوف. قالوا لي طب ابنك في المستشفى جنبي. واحد ظابط من عند السفاره الامريكانيه جنبي واحد ظابط، وخدني راح وداني الاسم بتاع قصر وادي النيل. رحنا عند الاسم اللي الظابط رمح، قلت له انا عاوز اشوف ابني. قال لي نعم لو محضر مش محضر. قلت له لا انا اهم حد اشوف ابني قدام. انت مش بتقول متعور بسيط؟ قال لي طب يا عم في مستشفى كذا كذا. راح سنه اولى صبعه ده هو صغير وقع عليه عربية تمر مقطوع اليمين، وده برضه زيه ما اتنين يعني تعبانين، ده مقطوع وده ما يتقفلش يبقى فاضل واقف كده. ودناه اول سنه ما عرفش مسك القلم. خدنا بعضنا ورحنا المستشفى ما لقيناهش. احنا وفايتين في الطريق لقينا عربيه اسعاف. عربية الإسعاف دي بنسأله، قال طب ده إيه واحدة نتصل لكم بالجهاز عشان زميلي التاني ده بالواد الصغير ده. اتصل بالجهاز قال أنا ما وديتوش مستشفيات، أنا وديته المشرحة بتاعت زينهم دي، مش عارف اسمها زينهم ولا اسمها إيه. هي عندها 15 سنة، ومن عندها 13 سنة. أنت تطلب إيه يا عمر؟ إحنا جماعة الملح تطلب منها إيه؟ راحة بتاع المشرحة. قال لي يا عم الواد ده مش دايب ورق ولا يحزنون، ده الواد ده داخل كده. قلت له ده ابني واسمه عمر صلاح. راح رن على واحد تاني قال له ده ابوه ده هنا بره. طب انا اوريه لكم ولو عرفتوه يبقى هو. رحت دخلت فتحوا الباب لقيت ابني نايم، انا هو ابني. فبسأل بعد كده بسأل العسكري بقول له بقول له ضربه ازاي؟ قال لي قلت له هات بدني بطاطا. ما رضيش بيديني. قال لي انا رايح اطير الميه. قال له انا ممكن اضربك بالنار. قال له ما تقدرش تضربني بالنار. راح العسكري شد الازار وراح ضربه بالنار على طول. بس كده. عاوز ايه؟ تحتاج ايه؟ عايز انت بتعرف كده وتكتب؟ مش نفسك تتعلم؟ ونفسك تشتغل كويس؟ ان شاء الله هنساعدك يا عم. بس كده وبس كفايه كده. وحسب الله ونعم الوكيل في العسكري، وحسب الله ونعم الوكيل في الحكومه. وانا شتمت ذات نفسي في الحكومه، انه هي الحكومه دي كره مش بني ادمين دلوقتي.